شباب باكر العيد متاكد اعلنوا تدرون عاد حيل متحسف انه ما راح اصلي صلاه العيد هالسنه. ليش تتحسف؟ راح نصليها. شلون واحنا بحضر مانعين التجمعات ومسكرين كل المساجد؟ الحمد لله ديننا يسر وفي مثل هالازمات هذه نقدر نصلي صلاه العيد في البيت. زين اوكي بس شلون على خطبه العيد؟ يجوز تصليها من غير خطبه. تدرون ان الازمه هذه والحظر صاروا خيره حقي؟ انا كل سنه اسافر ليله العيد وما ارجع الا بعد العيد، ولا مره صليت صلاه العيد، شكلي بصليها وياكم. باكر باذن الله راح نصليها، ويجوز حتى حريمنا وعيالنا يصلون ورانا. نزل صلاه العيد بعد صلاه الفجر؟ نصليها بعد شروق الشمس بربع ساعه او ثلث ساعه. نزل صلاه العيد كم ركعه؟ ركعتين. يعني نفس صلاه الفجر؟ لا تختلف عن الفجر، الفجر فيها تكبيره واحده بس هذه فيها 13 تكبيره. بالضبط 13 تكبيره. الركعه الاولى فيها 7 تكبيرات والركعه الثانيه فيها 6 تكبيرات. زين فهمني شلون طريقه التكبير؟ تبدا صلاتك نفس اي صلاه بتكبيره الاحرام، هذه تعتبر التكبيره الاولى، عقبها 6 تكبيرات، وطبعا بين كل تكبيره وتكبيره تخلي ثانيه ثانيتين وتكبر. زين بين التكبيرات نقول شيء؟ لا لا بين التكبيرات ما تقول ولا شيء. عقب ما تخلص 7 تكبيرات راح تقرا سوره الفاتحه، عقب سوره الفاتحه سوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى، عقبها تركع تسجد تقوم حق الركعه الثانيه تكبر. احنا قلنا الركعه الثانيه فيها 6 تكبيرات، هذه التكبيره الاولى، عقبها 5 تكبيرات، وبين التكبيرات هم ما تقول شيء زين، وبين كل تكبيره وتكبيره ثانيه ثانيتين، عقبها تقرا سوره الفاتحه، عقب سوره الفاتحه سوره الغاشيه، هل اتاك حديث الغاشيه، تخلص تركع تسجد تشهد تسلم. خلصت الصلاه. جزاك الله خير، بس عندي سؤال اخير. ايش معنى نقرا سوره الاعلى وسوره الغاشيه؟ ليش ما نقرا سور ثانيه مثلا؟ لا هذه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، كان يقرا هالسورتين بعد كل فاتحه من كل ركعه، وما في مشكله حتى لو قريت سور ثانيه، بس الافضل انك انت تحيي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك.